مشاهدينا ومشاهدي في الجول، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج وان اون وان. معانا النهارده واحد من افضل اللاعبين اللي شغلوا مركز الظهير الايسر في تاريخ كره القدم المصريه، سواء كان مع النادي الاهلي او خلال فتره احترافه في الدوري الفرنسي او خلال مشاركته مع منتخب الشباب لجيل 2001 في كاس العالم وحصول مصر على الميداليه البرونزيه. معانا النهارده الكابتن احمد ابو مسلم، اهلا بيك منورنا ومشرفنا في موقعك في الجول. ربنا يخليك يا حمد، انا سعيد طبعا معاك وكل مستمعين او مشاهدين في الجول، دي اول مره ومبسوط انا معاك طبعا. في البدايه كده بقى، احمد ابو مسلم من بعد اعتزاله اتجه للتدريب 5 سنين في دوري الدرجه الثانيه في ثالثه، وبعد كده تجربه مع نادي البنك الاهلي كنت كمدرب ثالث، والتجربه دي ما طولتش، كان تقريبا شهرين او شهر ونص. عايزين نعرف بقى شايف تجربة التدريب ازاي، وهل انت برضو مصمم على اللي انت تدخل في كارير التدريب، ولا انت حابب هتعمل ايه الفترة الجاية؟ لا هو طبعا بص يا حمد، عشان تبتدي التدريب لازم يكون انت مؤهل لكده، تنسى تاريخك كلاعب، لعيب دي كلها دي خبرات دي بتاخدها، بتحطك في مواقف معينة في الملعب، بس تخش لدراسة من اولها. انت بتتكلم على شهادات، انا خدت شهادات، خدت الشهادة طبعا الاساسية، الشهادة السي، خدت البي بقى مثلا 7-8 سنين، كانش هنا في مصر في دورات كانت لسه بتتعمل الكلام ده كله. وبعد كده دخلت، اول ما ابتديت بطلت، مسكت في الانتاج الحربي فريق اول مع كابتن مؤمن سلمان وصعدنا الفرقه ساعتها، اللي جه بعد كده كابتن شوقي غريب خد الفرقه في الدوري الممتاز. وبعد كده اتجهت خدت حاجه اسمها في مصر هنا سنتر فورماسيون، اللي هو بالفرنساوي اللي هو القطاع الناشئين في البراعم، خدت 5-6 سنين في وادي دجله من اول قطاع البراعم الاكاديميات اشتغلت فيها بشكل كويس. وبعد كده خدت قطاع الناشئين اللي هو سنتين اللي هم 2004 و2006، خدت حتى بطوله 2006 هنا في القاهره اللي كانت موجوده، اللي هي في على مستوى القاهره كانت موجوده. وبعد كده دخلت في كابتن ربيع ياسين مع بتروجيت 3 سنين اللي هو ممتاز بيه، بقى انا مسكتش ثالثه خلي بالك، انا مسكت ممتاز بيه اللي هو الممتاز بيه اللي هو تحت الدوري، مسكنا سنتين طبعا بتروجيت. وبعد كده لو بتروجيت كان سنتين كان باخد اول وتاني، كان نظام مسابقه اتغير، لو خد اول وتاني كنا زمان صاعدين من زمان. فخدت سنتين مع بتروجيت، وبعد كده خدت سنه نجوم مستقبل، وبعد كده سنه كيما اسوان برضه كله مدرب عام. وبعد كده دخلنا على البنك الاهلي، اللي هي تجربه البنك الاهلي في مع بابا فاسيليو اللي هو الجهاز الفني، كان موجود بابا فاسيليو وكابتن محمد عبد الواحد اللي هو ماسك المنتخب الاول طبعا وكابتن اسامه عبد الكريم، فكنا جهاز مميز، بس ما عدناش ما طولناش 5 ماتشات والدنيا اتلخبطت يعني. طيب تجربه البنك الاهلي شايفها يعني عدم تقعد فتره طويله في النادي والجهاز كله مشي، شايف ده اسبابها كان ايه؟ هل بسبب يعني نادي البنك الاهلي معاه لعيبه كواليتي عاليه جدا، النادي بيصرف كتير جدا ومرتبات اللعيبه بياخدوا مرتبات عاليه مقارنه بانديه ثانيه، شايف كان سبب اللي انتوا تفشلوا فيه؟ يعني هنقول فشل، هو خلي بالك هو في كذا اسباب، السبب الاولاني انت بتتكلم ان الراجل بقى فاسيليو هو اللي معاهم في الدوري الممتاز، يعني قاعدهم كانت الدنيا بايظه خالص، جه في الاخر هو اللي قاعدهم، فالطبيعي لما انت قاعدتني لازم تديني الثقه ان انا اشتغل وجيب لي الناس اللي انا محتاجها. تتكلم على بكره، كنا عايزين بكره ما جابش بكره، ما جابوش بكره. المفروض انا كنت في حوار مع اللي هو شوف نصر اتكلم ان هو احنا ادينا الثقه لان فاسيليو، هي الثقه كلام يا كابتن حمد ولا الثقه؟ الثقه انا بقول لك على كلام اللي هو قاله، انا بقول لك ما هو انا لو هتديني الثقه مش من اول 5 ماتشات تمشيني، انت فاهم ازاي؟ هو برضو كان هو بيتكلم ان احنا بدانا بدري، اللعيبه بدات معسكر بدري، كل الاحتياجات ان الفريق كان ان هو معسكر الاعداد احنا خدنا فيه قد ايه؟ ما كملناش اسبوعين، 10 ايام بالظبط معسكر الاعداد، اولا كانش لسه نص اللعيبه جت اللي احنا بنتكلم فيها، كان سيرجي اكد ما كانش جه، في لعيبه كتير ما كانتش جت ما كانت حاضره معانا. تاني حاجه انت اول 5 ماتشات انت عارفني وعارف امكانياتي، المفروض تصبر عليا عشان اشتغل، صح ولا غلط؟ انت ال5 ماتشات غلطتهم، غلطت مين؟ غلطت اول ماتش طلع الجيش، اول ماتش 50-50 انت بدايه الدوري مش عارف امكانيات اللعيبه، بس هو المفروض هو قاعد برضه من الموسم الماضي مع اللعيبه، يعني هو اكيد بقى حلو، بس في لعيبه عملت احلال وتجديد، انت حلو. جبت لعيبه جديده بتشتغل على سيستم جديد بتاع الخواجه، بس مش المفروض هو جايب اللعيبه دي علشان السيستم ده، هو عارف ان اللعيبه دي هتمشي على السيستم بتاعه؟ تمام، بس اللعيبه دي كلها يعني جهزت في الاخر لما حطهم من الاخر. تاني حاجه في لعيبه القوام الاساسي موجودين 2 أو 3 انت جبت عليهم عشان تبتدي تشتغل وتطور، فعقبال ما يعني يتاقلموا مع بعض هتاخد وقت. احنا بنتكلم معلش لو فرقه الدوري مثلا بتتكلم على بيراميدز او فرقه ثانيه او الاهلي او اي حاجه، النادي الاهلي والزمالك دول خلاص اللي في اي فرقه بتجيب لعيبه لسه جديده بتاخد وقت عقبال ما يتاقلموا مع بعض. انت عندك كنا بتلعب مين؟ بتلعب طلع الجيش، بتلعب بيراميدز، غلطت بيراميدز طبيعي، الزمالك بعد كده انبي وبعد كده فيوتشر، طب ما دول كلهم فرقه كبيره، ده 5 ماتشات موت، طب البنك الاهلي خسران 5 ماتشات اللي فاتت دول، وبعد كده كسب المصري 5-2 بس ما انا بكلمك انت بقى ما اصبرش، واحنا بعد ما احنا مشينا
طب ما هو كسب المصري بنفس اللعبه بتاعتنا، انت فاهم الموضوع زي الموضوع كله كان يعني عايز يدوق وعايز الناس تبقى موجوده واثقه في الناس اللي موجوده، بس انت هم وجهه نظرهم كده خلاص انت بتتكلم. فالصفحه دي انا شايف لا، هي السؤال اللي انت بتقول لا، في ادارات مختلفه في اتخاذ القرار، اتخاذ القرار مش اي حد ياخد اتخاذ القرار. والدليل على كده انت عندك موجود النادي الاهلي، اي مدير فني بيجي بينجح في النادي الاهلي. ليه؟ عشان الدنيا مختلفه، في هدوء. حتى لما تخسر 5-6 النادي الاهلي لما اتغلب ما يعني اسوء نتيجه من سان داونز، الدنيا اتقلبت جوه النادي في اوضه مقفوله، وبعد كده العقوبات اتخذت العقوبات، وبعد كده الدنيا الاهلي مشي مفيش هي دي كده. الموضوع مش عشوائي ان انت تاخد طول عمره احنا مشينا، ولا يجي مثلا البنك الاهلي يطار مصطفى ممكن يمشي واللي بعديها يمشي. بس انا بكلمك في موضوع البنك، لا لازم يكون في ليميت للعقود، مع احترامي لاي حد، لازم توفر العقود العقود كبيره على 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 على, على الكواليتي اللي موجود. كان مثلا اعلى واحد بياخد كام؟ معرفش والله معرف العقود بكام ارقام، بس انا بكلمك الكواليتي اللي موجود فيها. انا سامع المقابل بتاعه كبير جدا، فما ينفعش، لازم يكون في تقنين لكده. اللي انا هجيب واحد مثلا او في حاجه لازم يكون في عندهم مدير رياضي، انا بقول لهم لازم يكون في مدير رياضي يقيم اللعيب ده. انت هتاخد 5 يبقى انت تقييمك 5. زي ما انا كنت مثلا في ستراسبورغ كنت موجود، لما يجي حد يشوفني لجنه السكاوتنج خلاص خدت قرار ان هم هيجيبوا مسلم، بيقعدوا يحددوا الراجل ده المكونات بتاعه هتكلف كام، او يعني هيدفع فيه كام. انت فاهم ازاي؟ ما ينفعش انا اجيب لعيب اقول له 30 مليون يبقى 30 مليون، هو ازاي؟ ولعيب اصلا كنا مش قادر يجري بطل كوره. شايف ان في لعيبه كانت في البنك الاهلي ما تستحقش تكون موجوده فيه بالارقام دي؟ اه طبعا. كام لعيب مثلا؟ لا في بتاع 5-6. طب انت من وجهه نظرك دلوقتي، كنت لاعب قبل كده في اجيال كبيره جدا واسماء كبيره، وحاليا دلوقتي انت بتسمع الارقام اللي اللعيبه بتاخدها سواء من نادي لنادي او رقم العقد بتاع اللعيب، شايف ان الارقام دي مستحقه للعيبه ولا شايف ان الارقام دي مبالغ فيها؟ دي كارثه. لما نتكلم كارثه في الكره المصريه، احنا بقالنا كام سنه، 5-6 سنين او 7 سنين على الاقل، احنا في كارثه، يعني كارثه كرويه. انت بتتكلم في لعيبه بتاخد الملايين الملايين، عشان كده انت عندك الدوري المغربي والجزائري والتونسي كلهم جم عندك. انت قبل كده احنا زمان ما كناش حد بيجي عندنا خالص، احنا كنا ممكن نروح. انت بتتكلم دلوقتي مع اسعار مبالغ فيها بالكواليتي اللي موجود بالامكانيات اللعيبه اللي موجوده. لو جيت تتكلم تحسب كده كل لعيب مثلا بياخد كام صفقه، ليه لعيب بياخد 13 مليون 15 مليون 17 مليون، هات له بقى ورقه وقلم، اشتغل شغل علمي، شوف اللعيب ده عمل كام اسيست، قطع كام كوره، عمل استحواذ قد ايه، جري كام كيلو. زي ما الناس كلها بره برومبا بتشتغل كده، انا سكاوتنج بشتغل سكاوتنج، بقول جري كام مثلا من 10 كيلو ل 12 كيلو، من 15 ل 17 كيلو، احسب اللعيب ده باخد كام. زي ما احنا بنتكلم عمل كام اسيست، عمل استخلاص قد ايه، بص ليه ما طلعت من رجله قد ايه. لو جيت كده هتلاقي اللعيبه هنا زي ما قال لك يعني الف بي كيلو، لما جه مسك منتخب مصر جه قال لك ايه، قال لك اللعيبه ما بتعرفش تباصي. ليه بقى؟ عشان محلل الاداء بتاعه شاف كم كره بتتلعب صح وكم كره بتتلعب غلط. انت فاهم ازاي؟ وده اللي بنتكلم فيه، اللي انت عندك فشل على مستوى القطاعات والمسابقات الجمهوريه والمسابقات اللي تحت دي كلها، والاكاديميات كلها ماشيه بعشوائيه، والمنتخبات ماشيه بعشوائيه. انت بتتكلم عن المنتخبات المصريه كلها ماشيه بعشوائيه. اخر منتخب بص ليه، المنتخب الشباب. لو جينا نتكلم احنا كنا مثلا كنا موجودين مع كابتن شوقي غريب، كان تحتينا كابتن حسن شحاته، وكان تحتينا مثلا اللي هو الثاني اللي بعد كده اللي هو اللي بعد كابتن حسن كان مش عارف كابتن ربيع ياسين. انت خلي بالك كده اقول لك منتخب الشباب، اخر منتخب شباب يا حامد واخد البطوله كان منتخب بتاع ربيع ياسين في فين؟ في الجزائر 2013. انت جالك هنا منتخب على ارضك اللي هو موجود، المنتخب الموجود هنا ما جبتش جول، دي كارثه. لو جينا نتكلم على ارض الواقع بتحلل الكوره في مصر، انت فشل ذريع. لما يكون عندك منتخب، احنا كنا منتخب الشباب، وخلي بالك اللي عمل منتخب الشباب وخلى المنتخب الاول قوي المنتخب الشباب، منتخب الاولمبي من هناك كله. احنا كنا كان كابتن حسن موجود، الناس اللي اتبقت من كابتن من كابتن جوهري اللي هو كان احمد حسن ولا عبد الظاهر او الناس اللي كانت موجوده وكملت، وابو تريكه وائل جمعه. بعد كده كنا احنا المنتخب اللي بعديه اللي هو بتاع شوقي غريب، اللي هو دخلنا احنا وفتحي وحسام غالي ومحمد شوقي، دي شله، وعبد الوهاب بعد كده جه. بعد كده المنتخب بتاع اللي نتكلم عليه بتاع حسن شحات اللي هو احمد فتحي وحسن عبد ربه. فعشان كده بقول لك هي دي، طول ما انت ما عندك من تحت بادئ كويس الدنيا بتختلف. طيب دلوقتي انت بتتكلم ان اللعيبه الاسعار مبالغ فيها كرواتب او قيمه انتقال من نادي لنادي، شايف من وجهه نظرك اغلى لاعب يساوي كام كعقد؟ عقده وكقيمه انتقال من نادي لنادي؟ لا لو جينا نتكلم عقد، يعني عقد جمال عقد المبالغ اللي احنا عارفينها على قد امكانياته وكواليتي الموجود دلوقتي في الكره المصريه، يعني اقول مثلا الجن فيهم يطلع مثلا طلع نار من بقه ده مثلا انت الجن بقى مثلا الجن ده ما يعديش 8 مليون جنيه. طب وقيمه انتقال من نادي لنادي؟ ما 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 6-7. انا اسالك سؤال مهم جدا، هو مين احسن لعيب موجود دلوقتي في الدوري المصري؟ هاتوه.
صح؟ هتقولي مثلا ممكن زيزو، ممكن امام عاشور شويه، صح؟ هم دول اللي موجودين مثلا بيطلعوا وينزلوا. مصطفى فتحي بيحاول مع بيراميدز، بس انت بتتكلم في دول الاعمار السنيه بتاعتهم قد ايه؟ ما عندكش مثلا لعيب مثلا 18 19 سنه طلع زي زمان كده، ما كان بيطلع حسني ولا احمد فتحي ولا كان تطلع الناس دي؟ ما عندكش، صح ولا غلط؟ فانت ازاي هتديله المقابل المادي الكبير ده كله؟ ده في لعيبه اصلا ما عندهاش ثقافه اصلا، في لعيبه ما بتعرفش بياكل ايه ويشرب ايه وبينام ازاي وبيشتغل ازاي، بيجيب عربيه وبيبقى الدنيا حلوه جدا اخر موديل وبتاع، وتيجي تتكلم معاه في الثقافه او يشتغل على نفسه ومش عارف. يعني انت عنده الثقافه زيرو. يعني جايب نتكلم قابلت لعيبه كده؟ اه طبعا، انا جايبت لعيبه اصلا ما بتعرفش تقرا تكتب، اه وديش مشكله يعني هنتكلم، بس انت لازم على الاقل تشتغل على نفسك، مش عيب بس اشتغل على نفسك. في لعيبه ما بتعرفش تشتغل على نفسها، ده في لعيبه يعني تيجي تقول له ما بتمشي وراك انه عايز صغير تاكل ايه وتشرب ايه عشان يشتغل، او توزنه تجيب له ميزان بس كل شهر توزنه وهو زعلان، تخصم له فلوس وهو زعلان. طب ما انت عمال تاكل اكل غير صحي في انديه بتخصم للعيبه لو قالت اكل غير صحي؟ لا طبعا، ما انتش في وزن، انت بقى راجل محترف بروفيشنال لازم كل يبقى عندك وزن، وعندك كل فتره كل يومين ثلاثه يبقى في وزن على فجاه عشان تشوف اللعيبه دي ايه. انت بتشوف كوارث اللعيبه المصريه فيها حاجات، انت تجيب كده تكوين لعيب مره اوروبي وشوف لعيب مصري فضيحه. طب ايه اللي حصل؟ ايه اكبر حاجه من وجهه نظرك كانت فضيحه للاعب في الدوري المصري؟ لا الاوزان، مفيش لعيب كوره حامد احنا بنتكلم بيكون بطنه كبيره كده. لعيب الكوره المصري بيبقى لعيب، معلش اكبر مثلا محمد صلاح كان طالع من مصر هنا ايه؟ محمد صلاح كان طالع من هنا تكوينه عادي جدا واكتافه من هنا ما شاء الله كانت ضعيفه. بص صلاح تكوينه عامل ازاي؟ الدنيا اتغيرت، شكله اتغير. ليه بقى؟ اشتغل على نفسه، اكل طبعا صحي، تمارين كويس، بتشتغل بتجيب لك مدير، يعني بتجيب لك واحد مدرب بتاعك انت زي كريستيانو والناس دي كلها بتشتغل، تدفع فلوس عشان تاخد، انت بتستثمر في نفسك، انت فاهم ازاي؟ اما اللاعب المصري مقضيها كتير وبعد كده بياخد يعمل عادي 20 مليون جنيه وخلاص اتعشى على كده خلاص. اما كويس فبيعمل عادي 20 وبياكل في الفلوس. هو بقول لك يعني انت بتعمل ده الموضوع ازاي؟ يعني مفيش ثقافه خالص. احنا النهارده كسبنا، طب الحمد لله بارك الله فيما رزق، ما كسبناش خلاص ناخد عدتنا وخلاص، احنا بناخد فلوسنا كل شهر باخد مليون جنيه قسط بتاعي، ف هتقول ايه؟ طب وشايف من وجهه نظرك ان يعني عشان القرار ده اتحل او اللاعب يمشي ستريت ويمشي يبقى زي اللاعب الاجنبي، ايه اللي يحصل؟ ادارات الانديه، حد بيفهم في الكوره بيعرف في الكوره بيعرف يتعامل، حد بروفيشنال كان شغال وعارف الدنيا ايه، يقدر يجيب لك صفقات محترمه، وقبل ما يجيب لك صفقات لازم يجيب لك عقليه. وكلاء اللاعبين دلوقتي هم اللي بيتحكموا اصلا في الانديه. ما طبعا مش وكلاء اللاعبين وبس، ده وكلاء اللاعبين هم هو الفساد الاولاني الموجود في الكوره المصريه. فساد؟ اه طبعا. فيتوريا مش كان هياخد 3 شهور ومبسوط وخلاص هروح؟ لما الموضوع انتشر والدنيا بتاع، في ناس مصريه قالت له ما تاخدش 3 شهور هتاخد عقدك عقدك كام؟ معلش في الموضوع ده هو الاتحاد اللي قال ما عندناش مشكله بس هنشوف مع وزاره الشباب والرياضه العقد عشان في حاجه في العقد في ثغره وفي حاجه في ثغره. انا معاك تمام. طب دلوقتي هو ده انت مش الوكيل، هو الاتحاد نفسه ما بعتش الفلوس، فبالتالي هو كراجل هياخد اجراءاته القانونيه. حلو. فبالتالي هياخد عقده كامل. تمام. بس في حد قال له الاتحاد طلع له الثلاث شهور اللي كان هياخدهم، الشهرين والشهر اللي كان يشتغله، ثلاث شهور. المعلومه اللي عندي الراجل كان هياخد، عايز ياخد ثلاث شهور ويقول سلام عليكم. انت فاهم الموضوع ازاي؟ يا جماعه الناس اللي في مصر حبايبه الموجودين، يا جماعه الدنيا هتمشي ازاي؟ قالوا لا ما تاخدش ثلاث شهور، انت ليك عقدك، وده ما ادكش ثلاث شهور يبقى احنا ناخد العقد اللي هو السنتين بتوعك. فدلوقتي الراجل نايم في الفيفا اللي هو عايز ياخد ايه؟ السنتين، وهياخدهم. ما الراجل بيتكلم في عقد بتاعه هياخدهم. ما احنا بكلمك الكلام ده على مسؤوليتك انت. اه طبعا، ما انا بقول لك اهو الراجل، انت بدل ما ليك عقد معايا سنتين وراجل محترف، وانت بدل هتمشيني اديني السنتين بتوعي. انا بكلمك قانون قانوني يعني، ده مش كلام من عندنا. لا انا بقول لك على المعلومه، انا بقول لك المعلومه اهيت. ودلوقتي حد يطلع يقول الثغره الموجوده دي، طب هي فين الثغره اللي هم بيتكلموا عليها؟ فين الثغره اللي بتتكلم عليها؟ فهي دلوقتي العقد، انا بقول لك هو مع الزمن هيدوا له عقده، هيدوا له عقد السنتين بتوعه. طيب هنتكلم بقى عن فتره تواجدك في النادي الاهلي. كان طبعا معاك البرتغالي مانويل جوزيه. طبعا كان في نفس الوقت كان في محمد عبد الوهاب الله يرحمه، كان في جيلبرتو. كانت المنافسه ازاي؟ وبعد كده انت في الفتره في يعني قبل كاس العالم للانديه وكده، بعد كاس العالم للانديه خلاص رحت الدوري الفرنسي. لا خلي بالك انا فتره النادي الاهلي من احسن فترات حياتي، خلي بالك يعني. وكواليس انتقالي النادي الاهلي كانت غريبه جدا، اللي انا مثلا وانا بلعب في النادي الاهلي وانا بلعب بطوله كاس الامم الافريقيه بتاعت اللي هي الشباب في 99 في اثيوبيا، كان الكابتن صفوت عبد الحليم هو الموجود هناك اللي هو السكاوتنج اللي بنتكلم عليه، اللي هو خلي بالك هو اللي جاب جيلبرتو، كابتن صفوت عبد الحليم اللي جاب جيلبرتو. هو اللي جاب جيلبرتو. اه طبعا هو اللي شافه وجاب جيلبرتو. فانا كنت ساعتها كان بيدور على الباك ليفت، انا كنت موجود. النادي الاهلي كان ماضي مع سيد عبد العزيز كان بيلعب هنا ساعتها بعد الاحداث اللي كانت موجوده. فانا كنت هناك مكسر الدنيا الحمد لله، السن بتاعي كنت بلعب بفريق اول بتاع مزارع دينا، فهو حتى كان في قاعد في الاوتيل اللي معانا احنا قاعدين فيه، فلقيت تليفون بيجي لي على ايه؟ الاوضه بتاعتي. مين؟ فقال لي الكابتن صفوت. قلت له انت هزر يا ابن جدع، يا جدع انت هو انت فاهم انت الموضوع ازاي؟
ما انت اللعيبه احنا قاعدين بنتسلى، احنا مصريين بقى، ما انا معانا بقى مثلا معانا وحسام غالي وبتاع، ومعانا والواد ورضا شحاته وابو المجد وبتاع، فاحنا قاعدين بنعمل مواقف محمد صبحي ومحمد عبد الواحد، واحنا بنعمل ايه مواقف مثلا اليماني يروح عامل حاجه، فانا قلت له، قال لي واحد بتقول له انت بتخلي صوتك، انت كابتن صفدي امشي يلا، ورحت قافل السكه. قلت له كابتن صفدي فرحت مكلمه تاني، قال لي يا ابني والله العظيم انا كابتن صفدي. قلت له كابتن معلش والله انا اسف، انا بحسب حد بيهزر ما بيهزر معانا على طول وبتاع. قال لي انت في اوضه كام؟ قلت له انا في كذا. قال لي طب تعالى لنا في اوضه كذا. فروحت قعدت معاه. انت كده كان الاهلي بيتفاوض معاك وانت في المنتخب خلال كان لا فترة كنت البطوله بتاعت البطوله بعد ما خلاص كان يعني احنا خدنا تالت يعني بعد الانتهاء البطوله ولا بعد البطوله؟ لا خلال بعد البطوله احنا خدنا تالت اهو في فندق فرحانين والدنيا كويسه. فهو كلمني بعد البطوله، هو كان في الثلاث ماتشات بيشوف انت مستواك عامل ازاي. فمين اللي كان عارف برضك السر اللي انا هروح؟ اللي عارف ان انا هروح الاهلي حسام غالي. حسام غالي طبعا حسام غالي عارف. فانا كنت فكل ما اشوف حسام غالي بيفضل يضحك، حسام وشه بيفضل يضحك ابيض اهو شويه بيفضل يضحك بوشه محمر يعني. فانا اقول له حسام انت عمال تضحك ليه؟ كل شويه انت عمال كل ما بتشوفني تضحك ليه؟ فيمشي. فكابتن صفت قال لي تعالى، رحت قاعد معاه في الاوضه، قال لي انت عايزينك من الاهلي واتمنى، قلت له عندك مانع ولا حاجه؟ فطبعا انا قلت له، هو اتفاجئ. قلت له يا كابتن صفت انا اصلا من ابناء الاهلي. قال لي ازاي؟ قلت له انا كنت عند كابتن صفت وانا عندي 8 سنين ولعبت 10 سنين و11 سنه، وجي حاجه اسمها اللي هو كان كاس العالم اتلعب في مصر اللي هو مواليد 80 بتاع الدكتور محمد علي اللي هو اتلعب في مصر، لغوا فرقه النادي الاهلي اللي هي ال 81، خدوا اثنين منهم ومشوا الفرقه كلها، فهي دي الفرقه اللي كنت انا موجود فيها. فقال لي، قال لي فين ده؟ قلت له والله فرقه كذا، وقلت له الجيل يعني. قال لي طب انت ايه رايك؟ قلت له انا كنت بتروح اتمنى ده النادي الاهلي، انا اهلاوي وابويا. خدت كام ساعتها ومسلم؟ خدت 50000 جنيه. 50000 جنيه ده كان مبلغ كبير. لا كبير ازاي؟ انا خدت يعني خمس وقت سنين. لا ده كانت سنه 2000 طبعا. بس كان حد بياخد اكتر منك يعني في الوقت ده؟ كان في الفئه الاولى كان سعيد عبد العزيز عايز مثلا كان 350000 جنيه. حلو. والفئه انت كده كنت فيها كام بقى؟ انا كنت تحت خالص بقى، انا كنت لسه ناشئين. كنت لسه 50000 جنيه طبعا. فبس فلما خدوك من مزارع دينا بكام؟ كان خدوني ب 250000 جنيه. كانت صفه ضاله ما تتكلمش لحد ما ننزل مصر. نزلنا الحمد لله. فكنت في معسكر المنتخب بنجهز عشان كاس العالم ده كله، انا لسه كان بيخلصه، انا كنت بلعب دوري بقى انا مزارع دين فريق اول، فمع كابتن احمد رفعت الله يرحمه. فراح جاي واخدني وكلمني في المعسكر، كان التليفون بعمل يتصل بيا، اتصل بيا الرئيس بتاع محمد حسين عثمان بتاع مزارع دين، السكرتير بتاع مكتبه بيكلمني، ابو حميد انت فين؟ طول انا في معسكر المنتخب وبتاع، كان هو في استاد القاهره بتاع فندق المنتخبات. فقال لي احنا لازم تجي دلوقتي عايزينك وبتاع. فانا طبعا قلقت، قلت له انا عملت ايه يعني؟ ايه اللي حصل؟ انت فاهم انا صغير 17 سنه والتليفون عمال وعندي محمد حسين عثمان كان حاجه تقيله بتاع العثمانيين يعني بتاع مزارع دينا. فايه اللي حصل؟ قلت له حصل حاجه. قال لي بس تعالى بس هتفهم لما تيجي. فانا قلقان، فقلت له اعرف اخرج من كابتن شوقي ايه؟ هو اللي اديني الاوكي. هو اللي اديك الاوكي ماشي. فرحت ايه؟ رحت مكلم، بس اتاخرنا بقى، كانوا مكلمني من الساعه 9. انا بقى ما كلمت كابتن شوقي كانت الساعه 11 ونص ولا حاجه، فلقيت كابتن شوقي بيكلمني. فقال لي احمد اطلع شوف بس الباشمهندس عايزك في ايه وابقى تعالى تاني يعني ساعه وترجع على الغداء يعني. فروحت ساعتها رحت في مزارع دينا. فبدل ما اروح بقى مزارع دينا كان هم خلصوا الاستغناء وخدوا الورق، ورحت رحت كابتن عادل القيعي، لقيت السكرتير قاعد مع كابتن عادل، قال لي تعالى النادي الاهلي. فقلت له انت ايه اللي هيودينا النادي الاهلي؟ هو كان في الدقي برضه كده، قلت له هيودينا النادي الاهلي. قال لي بس تعالى تعالى هناك. قابلت هناك لقيت الكابتن عادل كان هناك فمستنيني، وخلصت ومضيت وكل حاجه، ما كنت مستغرب، حاسس ان انا بحلم بقى. طيب ايه بقى في التنافس بقى مع جلبرتو محمد عبد الوهاب الله يرحمه؟ العلاقه اللي بيننا احنا الثلاثه كانت جميله جدا يعني. انا الله يرحمه عبد الوهاب من اكثر الناس اللي كنت بحبها جدا، وكنا بنتكلم مع بعض على طول يعني. حتى انت اي حد في مكان دلوقتي انت شفت في عصر من العصر احنا فيه دوت اتنين بيلعبوا مكان بعض بيقتلوا بعض، انا وعبد الوهاب كنا بنضحك في التمرين مع بعض وبنفضل نهزر والخواجه هتبدل دلوقتي وبنضحك كل لقطه كده. انا وهو كنا بنروح مع كابتن حسن شحاته في اختيارات كابتن حسن شحاته يعني، انا العب ماتش عبد الوهاب يلعب ماتش كابتن حسن ياخدنا احنا الاثنين. فالعلاقه كانت جميله، انا علاقه مع مانويل جوزيه كانت مميزه جدا، كنت بلعب وكان جيلبرتو جنبي. انا جيت اقول لك الاحداث الاولانيه، انا جيت النادي الاهلي لقيت كابتن سعيد عبد العزيز، لعبت كابتن سعيد عبد العزيز راح ماشيين، فرحت جاي كان موجود كان رجع من الاصابه كابتن ياسر ريان. الكابتن ياسر ريان جه قال لي العب باك شمال، قال له انت تلعب ناحيه اليمين عشان ابو سلام بيلعب. بعديها بخمس شهور راح ماشيين كابتن ياسر ريان. حلو. رحت جاي على التالي. حظك حلو. مش حظي، ما هو انت كنت بلعب، انا كنت راكن بقى ساعتها الفتره دي. جيت مين؟ لقيت محمد عمار جابوه عليا وانا موجود. عمارة جه الدور الاولاني ابتدى يلعب شويه، بعد كده الدنيا قلت، رحت انا راكب، راح عمارة السنه اللي بعديها راح ماشيين. انت فاهم؟ جيلبرتو كان موجود بقى جنبي بيلعب اوف، لما انا جالي بقى رباط صليبي جيلبرتو لعبوه في الحته دي وجاب عبد الوهاب معانا. فانا بقى ابتديت بقى اللي انا ايه، انا وعبد الوهاب عايزين نروح منتخب. فكنا بقى الاحداث مع الخواجه كانت الدنيا مش زي علاقه جيلبرتو. جيلبرتو بيتكلم برتغالي والخواجه علاقته كويسه بيفضل يتكلم معاه، فانا وهو كنا بنحاول يعني بنحاول عايزين نروح منتخب، فهي دي العلاقه كويسه جدا يعني. لحد لما الخواجه يعني
كان على فترات بقى يعني، مثلا الماتش ده يطلعني بره يطلع ابو حب بره، فكانت الموضوع حتى ابو هاب الله يرحمه في التالق مع اول فريق تالق، تالق فين؟ منتخب مصر مش مع النادي الاهلي، بعد كده مع النادي الاهلي. بمناسبه بطوله الامم الافريقيه الناشئين سنه 99، هي ابرز كواليس اللي كانت فيها. احنا كنا بنلعب ماتش بنلعب الكاميرون، واحنا والكاميرون متعادلين يعني، احنا الاثنين هي هم هو 4 نقط واحنا 3 نقط، فاحنا اللي تعادل احنا الاثنين، هو يبقى 5 احنا 4 ونصعد اول وثاني نروح كاس ايه؟ كاس العالم بياخد اول وثاني من المجموعه دي، اول وثاني. واثيوبيا كانت معانا في المجموعه، وجنوب افريقيا، جنوب افريقيا مالهاش امل بتلعب اثيوبيا، كانت اثيوبيا البلد، اثيوبيا كان عندها نقطه، كان احنا كسبنا اثيوبيا، اثيوبيا عندها نقطه، فكسب جنوب افريقيا بقى عندها ايه؟ 4 نقط، وفرق الاهداف كبير، كان هم اللي هيخشوا ايه؟ ثاني، واحنا لو والكاميرون هي خلاص صعده لو كسبت يعني. فالمهم ان احنا ماشيين بنسلم على اللعيبه يعني، بنسلم على اللعيبه واحد واحد وبتاع، اللعيبه بتاعت الماتش بتاع الكاميرون بقى خلاص يعني. فمحمود ده اللي هو نجم الزمالك بتاع الزمالك مساء، اخونا الكابتن نبيل محمود، تمام. محمود اصلا بيتكلم عربي مكسر، حلو. فراح قال لهم ايه؟ 0-0. 0-0 ايه؟ يعني 0-0 ما نجيبش جوان، انت فاهم ازاي يعني؟ ماتش درو يعني، ماتش يبقى درو، انت فاهم النقطه. فطلع محمود قال لي 0-0، فالعيال قعدوا يجوا يعني ايه؟ خلاص هم عايزيننا نطلع ماتش يطلع على كده. فرحنا لقينا الماتش احنا بنلعب كورتين، نيل الكوره وروح ايه؟ لاعبين الكوره طويله، فاحنا نعدي، انا اعدي مثلا من الجنب، روح جماهير بتاعت اثيوبيا كلها بتشجعنا، عايزين يكسبوا اي حد يكسب عشان فرقتهم تصعد. فبعد ربع ساعه لو احنا بنلعب عادي، راح اقتحموا الملعب، فكسروا الملعب. انا كنت بلعب شمال الملعب ناحيه الجماهير كده، حلو، اللي هي اللي اطلع بالباب بتاع المقصوره. فانا طبعا لقيت الجماهير جايه من الناحيه دي، وانا هطلع كده لقيت لك دول نازلين عليا كمان، فبرجع كده لقيت لك ميدو في وشي راح وقعني، وانا بفتح الباب راح الناس كلها دايس علينا وميدو. فدي كارثه من كوارث الزمن يعني، دي انا لحد قعدنا في اوضه 3 متر في 3 متر 5 ساعات. حد اتضرب او حاجه حصلت ولا لا؟ ده ميدو بقى، انا جيت اقول لك ايه بقى، ميدو كان ما شاء الله ميدو طويل طول عمره يعني، وحش يعني. فولد صغير حد كده بالجماهير يعني، بوليس جه سيطر على المكان ودخلنا اوضه، ولد صغير قد كده، دخل صغير مسك طوبه قد كده يعني، واحد يقول له امشي يا ابني اوعى، انت فاهم ازاي؟ وراح لعمل ميدو كده، راح ميدو راح وقع. قلت له ميدو بتقع ايه ده؟ انت انا فقدت حد موده، انت فاهم ازاي الموضوع؟ فدي طلعوا بقى قرارات غريبه جدا اول مره اشوف في كره القدم يعني، دي لو بتحلم مش عمرها ما تحصل. عيسى حياته قال لك لازم حد من الفرقتين يكسب. يعني ايه؟ يعني احنا للكاميرون نكسب. بعد الماتش ما خلص، الماتش خلص خلاص اهو، هيتلاقي في بلد تانية يعني، قرارات هتلاقي في بلد تانية غير اللي احنا فيها. ولازم مصر، لا مصر والكاميرون حد منهم يكسب، مش حاجه اسمها تاني والله العظيم زي ما بقول لك اهوت. واحنا لعبنا الكاميرون في بلد تانية، وقال لك لو تعادلوا يلعبوا ضربات جزاء، لازم حد يصعد عشان يطلع مين؟ اثيوبيا. يعني قرارات بص في البلاله، انت بتتكلم في يعني بص في يعني عجب الدنيا السبعه دي. لعبنا احنا الكاميرون، سبحان الله الدنيا كانت بتمطر، الكاميرون كانوا جامدين جدا، كسبنا الكاميرون 3-1 يعني. هو طلع مين؟ طلع بلده بالقرارات اللي بتاعته عشان يخدم مين؟ يخدم اسيوبيا. فمن دي من ضمن الحاجات اللي عمرها ما انساها في مستوى الناشئين. انا لسه عندي حاجات تانية كتير في عندي اسرار كتير طبعا. ايه الاسرار؟ لا اسرار كتير في الحاجات تانية يعني. انا مثلا السن بتاعنا كان معانا، كنت انا وحسام غالي ومحمد شوقي وميدو وامير عزم مجاهد ومجد مصطفى وحسين امين ومحمد عبد الواحد ورضا شحاته، كنا جيل جامد يعني. فاحنا كنا مثلا رايحين منتخب القاهره، منتخب الجيزه في المغرب، تمام. فمعانا الله يرحمه كابتن جوهر الصغير، فكنت انا بقى منتخب الجيزه، مين اللي هم الانديه اللي كانت في الجيزه؟ كنت انا مزارع دينا، كنت انا وامير عزم مجاهد وجمال زمالك حمزه، بقى زمالك الزمالك كلهم، شله الزمالك كلهم، وانا وحسين امين وكده وميدو وكده. فاحنا رحنا لسه، كنا لسه داخلين الفندق، كنا 15 سنه 16 سنه، فدخلنا الفندق، فكابتن جوهر قال لك هنعمل اجتماع ايه عشان نقعد نقول يا جماعه احنا جايين بطوله، في بطوله بتقابل هناك، احنا جايين بطوله مركزين في البطوله وكلام من. فبنبص ما لقيناش ميدو، انا عاملني لسه ما دخلتش يعني، انت عارف لما تطلع في الريسبشن تحط الاوضه، تحط الشنطه، فلسه راجل الكابتن قال لك حط الاوضه عشان نيجي نتكلم، نقول لك البرنامج ايه والبروجرام بتاعنا ايه، يعني الشغل ازاي، التمرين ازاي، ما لقيناش ميدو. فبنعد يا جماعه فين مع ميدو؟ مش لاقيين ميدو. الراجل بتاع الفندق تحت قال لك يا جماعه في حد عندكم مصري راكب موتوسيكل وعمال يلف حوالين الفندق؟ ازاي؟ الله العظيم جاب موتوسيكل منين؟ ما اعرفش. فميدو غير فلوس ازاي وركب موتوسيكل ازاي عمال يلف حوالين بتاع؟ فراح ميدو طلع معانا، وبعد كده خلاص عرفنا بعد كده امير عزم اخر السفريه، امير عزم جاهد اللي هو من فن السكه ده، مصاريف اللي بتجيب بتاعتك ما لهاش ازاي يعني، ما لهاش خد تغرد من الغدا، ما ميدو كان قاعد معاه في الاوضه. ده حاجات من الحاجات اللي عمرنا ما ننساها في يعني. ميدو اللي اخذ فلوس امير عزم، ميدو مشكله، ميدو مشكله، يعني ميدو اللي اخذها. ميدو خدها وميدو بيحب يضحك ويفرح يعني بيخرج وبتاع، ميدو مش في نوع حاجه يعني، احنا وقت صغيرين حتى كان ميدو مش نوع حاجه، بس هو كان متدلع. تواجدت في الدوري الفرنسي اكتر من 6 سنين، تمام. هل
في وقت من الاوقات كان في عنصريه او حاجه ولا الموضوع ده ما حصلش؟ انا اول المواسم انا طبعا قعدنا كنا رحنا في يناير، انا رحت 2006 مع حسني، كان حسني عبد الرب قابلني يعني سابقني بخمس شهور بالظبط، رحت انا كملت الموسم وهناك الحمد لله كنا بنلعب، حتى لعبنا بطوله كوب دي لا ليج اللي هي بتاعه كاس فرنسا والويفا كاب اللي هي بتاعه الاتحاد الاوروبي، كان هو كان واخد ساعتها الكوب دي لا ليج كاس استراسبورغ، فكملنا اللي هي بطوله بتاعه الاوروبا اللي هي بتاعه الويفا كاب، الدنيا كانت ماشيه كويس. وبعد كده جابوا جان بيابان، لعبت معاه واخد احسن لعيب هناك في الدوري الفرنسي مع جان بيابان، وبعد كده حصل ظروف اللي مشي راح لانس، جابوا لنا بقى مدير فني اسمه جون ماركي فيلا، ده بقى يعني ده من عجائب الدنيا السبعه. ليه بقى؟ دوت اول حاجه كنت انا بحسن لعيب هناك في الشهر ومش كويس، فعمل معايا كنت بنلعب بقى بنلعب ليج ان اللي هي الدوري الفرنسي بقى، وانا بلعب ومش معاه بشكل كويس، فغريب جدا راح جه لقيته قبل الموسم ما يبتدي واحنا في فتره الاعداد بيكون الفرقه وبتاع، لقيته واخد مني انطباع جامد جدا يعني ما اعرفش واخد مني موقف، فانا ما فيش علاقه، فانا رحت كده فلقيته بره مثلا الفرقه بتلعب ما مش حاططني في الفرقه، فطبعا فقلت له يعني ايه المشكله، يعني ايه المشكله عزف ما انا ما بلعبش، انت عايز تعرف انت بتلعبش ليه؟ انا بعيد ليه؟ لسه في الاعداد، لسه في الاعداد ورئيس النادي عارف ان انا احسن لعيب موجود في الحته دي الشمال وانا احسن لعيب في الفرقه، فلقيته بعد كده بيتكلم معايا بيقول لي بالعربي كده يعني معناه يعني هو ارسيستي، ارسيستي يعني راجل بالفرنساوي يعني راجل عنصري يعني، فقال لي انا ما بحبش العرب ولا الافارقه عامه يعني، ده وش كده يعني. وش كده، فانا قلت له يعني ليه يعني انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ قال لي انا ده طبيعتي كده، فكنت انا ومين بقى موجودين في الفرقه دي؟ كان معانا هيكل جبنديه بتاع تونس، راس حربه بتاع تونس، كان جاي من قصر القرارات مكسر الدنيا، فلقيت هيكل برضك معايا انا وهيكل بنتمرن في حته تانية في اتجاه تاني يعني بنتمرن مع الفرقه بس بره، وكان معانا ولد بيلعب في الرجاء مساك اسمه ادجار لويه بتاع كوت ديفوار برضك لعيب جامد، فلقيته برضك ده معانا، الوحيد اللي فلت منهم واحد اسمه ياسين عبد الصادق، هو كان مولود فرنساوي ماشي، بس هو قال لك عشان عنصريه، طب ليه اخد لعيب تاني؟ ياسين عبد الصادق ده مغربي مولود هناك، مولود في فرنسا، ونفس الموضوع يعني حط حلق ونفس الفيلم مش عربي بقى انت فاهم ازاي، بس هو ده كابتن الفرقه وده الوحيد اللي من الجيل القديم اللي كان واخد البطوله بتاعه اوروبا قبل كده مع بطوله الدوري اللي هي كوب دي لا ليج دي مع استراسبورغ. ما حاولتش تتكلم مثلا مع رئيس النادي؟ لا انا اتكلمنا مع رئيس النادي، اتكلمت مع رئيس النادي ده جاب لهم واحد قال لهم لا انا شايف المستوى دوت مش قد كده وانا اجيب لعيبه ثانيه، راح جاب لنا بقى ايه واحد اسمه مانيو دي سانتوس كان بيلعب في موناكو، عنده كام سنه؟ 37 سنه. 37 سنه؟ وانا كنت كام؟ كنت 25 سنه او 26 سنه. فانا عرفت بقى كده فقلت له قلت رئيس النادي بقى كان اخر موسم ليا مع ستراسبورغ، فقلت له بص لحد كده الموضوع كده خلاص، الموضوع كده ما ينفعش انا خلاص همشي، فده من ضمن الحاجات اللي انا مشيت، حتى رحت بعديها كان جالي كريستال بالاس انجلترا وتصريح العمل اللي هو كارت رافاي ده لو ما اشتغلش اللي هو تصريح العمل لازم تكون لاعب نسبه المنتخب معديه ساعتها، فانا ما كنتش عديت طبعا، كنت عديت كنت 50% ولا 40% هكذا 42%، بعد كده رحت رابيد بوخارست والنادي ستراسبورغ طلب فلوس اعلى، رجعت تاني رحت رايح نادي باوك اليوناني، ده كله الناس كلها واخداني شايفين السيفيهات وشايفين وانا بلعب على طول، فالناس كلها رحت باوك حتى امير عزم كلمني وانا كنت في باوك قال لي الناس مبسوطه انت رايح هناك والناس كتبت في الجرايد والدنيا كويس، جيت بعد كده اختلفوا برك على السعر، انت عارف اوروبا هناك السالري بيديك انت 50% و50% النادي التاني، انا راح اعاره انت فاهم ازاي، النادي مش عايز يبيع يعني مش عايز يبيع قال لي عارة لما لو بيع احس ان المدير الفني ده ممكن يغير برضك اسكيه اللي هم مش عايزين يفرض لما كنت عادي لعيب عادي فادفع فيه السعر ده كله ليه انت فاهم ازاي، فلازم يشوفوا لو هتاقلم ولا مش هتاقلم، فرحت هناك بقى والدنيا ومبسوط انا كنت عايز اروح، فلما رحت لقيت نادي كبير والدنيا كويسه جدا وجماهير في المطار لو جميل في المطار مستنيين والدنيا ورحت اللي هو الماركت بتاعهم اللي هو الموجود اللي هو الستورز بتاعهم، رحت جوه لقيت حاجه ثانيه وقعدت اتصور مع الناس فالدنيا مختلفه، قلت لهم انا رايح بتاع ستراسبورغ بقى اجتمع قال لك لا انتوا بقى تدفعوا انتوا ايه انتوا 60% واحنا ندفع ال 40 التانيين، فالناس قفشت قالت لك لا مفيش الكلام احنا ماضيين ورا احنا مش شايفينش الكلام دوت، فرحت راجع تاني رجعت تاني بقى خلاص وده كله طيران رايح جاي انا عايز امشي قبل ما الدوري قبل ما البتاع يتوقف قبل الانتقالات تحصل ليه، رحت رايح بقى نادي اسمه اجاكس في فرنسا قعدت فيه بقى سنه من احسن 6 شهور في حياتي، انا كنت في بلد كده مثلا زي شرم الشيخ عندنا في مصر كده بحر جزيره هي قريبه جدا من ايطاليا من سردينيا انت عارف، فبلد جزيره لازم كل ماتش لازم نروح بالطياره نطلع من بلد بطياره ما ينفعش تطلع بعربيه وهي جزيره في وسط البحر، فكان جوها حلو جدا غير ستراسبورغ وكانت الدنيا هناك كويسه جماهير كويسه غير ستراسبورغ كلها تلج هناك بقى حسيت هناك كلها شمس،
حتى راح لهم ستراسبورغ لابس جاكيت تقيل كده، نزلت المطار راجل قال لي انت ايه اللي انت جايبه ده، الدنيا هنا احنا هنا زي القاهره، كانوا مرحبين وتعبت احلى 6 شهور في حياتي. خلال فتره لعبك في الدوري الفرنسي كان في الفتره دي برضو كان مودست مهاجم النادي الاهلي حاليا، كان بيلعب في نيس الفرنسي في الفتره من 2007 2010. تضحك ليه؟ المدرس لعب قدامي، كان هو في نيس وانت انا في ستراسبورغ، كان بيلعب اساسي ولا انا فاكره انا هو جنب كان كان هو كان كويس، كان صغير كويس، كان بدايته مثلا ما تجيبش دلوقتي كان عنده 20 سنه ولا 22 سنه 24 سنه، دلوقتي عنده 37 سنه دلوقتي مش قادر يمشي. وبالنسبه زمان كانت الدنيا مختلفه، كان راس حربه صندوق، هو الكواليتي ما اختلفش، هو الراجل لعيب هو صندوق اللي هو بوكس اللي فرط من الجنب يمين شمال بتاعته، وكان هو قوي جسمه كده، كان اقوى من كده، كان قوي طبعا، كان منسك عضلات اقوى من كده فكان قوي، فالموضوع كان بالنسبه له صعوبه للطول بعرضه بقوه بالسرعه، السرعه طبعا الرشاقه دي قلت هنا في مصر، كان عنده سرعه ورشاقه وكلام من ده، فدلوقتي الدنيا مختلفه. عشان كده لما اقول لك ما ينفعش نادي كبير النادي الاهلي او اي نادي تاني ياخد لعيبه على السي دي، مستحيله، او على السي في، دي كارثه من كارثه زمن الكره المصريه. قصدك على السي في ولا قصدك على اللي هو الفيديوهات بتاعته؟ ما هي الفيديوهات، ما السي في بتاعه قوي جدا، ما انا لسه لو جيت دلوقتي اتكلم على السي في بتاعه وانا بلعب من زمان هو قوي جدا، بس لما اجي على ارض الواقع دلوقتي انا راجل مش قادر اجري، انا خلاص، فلازم لما اجيب طيب على... مودست مع الاهلي ازاي؟ ده الراجل كان لعيب كويس، بس كان زمان زمان غير الزمن، هتجيب عربيه دلوقتي اللي هي 27 او عربيه صغيره تمشي معانا في عليك 6 والحاجات دلوقتي، الزمن اختلف، الكواليتي اختلف، السرعه اختلفت، هو راجل امكانياته كانت زمان كان كويس، دلوقتي ما ينفعش في الدوري المصري، ما ينفعش، وحتى في الدوري المصري ما ينفعش، ما ينفعش في الدوري المصري، ما انت خلي بالك الدوري المصري دي مواصفات خاصه ولاعيبه ثانيه وكواليتي مختلف، انت في لعيبه في الدوري المصري تجري غلط، تجري غلط والله بتجري غلط، طب ما بتجري غلط، هو لعيب هو شخص على كده، هو راجل واخد بروفيشنال، الناس بتلعب من لمسه واحده بيتحرك كده، راجل بيقطع من وراه بيشتغل بيقف على كوره، الملاعب مختلفه، درجه حراره مختلفه، هو حتى لو هو كبير كده بيلعب هناك الدنيا تبقى تلج، بيجري كويس الدنيا بتبقى مختلفه، النفس بيبقى الدنيا حلوه. بس هو انت في لعيبه في الاهلي بتجري غلط؟ مش الاهلي، انا بكلمك الدوري المصري، الدوري المصري في لعيبه بتجري غلط، انا بقول لك في لعيبه بتجري غلط، الكره تبقى كده تلاقيه بيجري عشوائي مش شايف الاوفسايد، تلاقيه بيجري غلط. كان في كلام خلال الفتره الاخيره ان في نسبه في عقده اللي هو لو شارك هيتم تجديد العقد تلقائي، شايف ان الاهلي اصلا يجدد عقد مودست او يخليه كمان موسم، ولا شايف ان لازم الاهلي يستغنى عنه؟ لا لا خلاص ما ينفعش، مستحيل، ده هو دلوقتي نزوله دلوقتي، انا حتى كنت من ضمن التصريحات كنت بتكلم الفتره اللي فاتت كولر، مارسيلو كولر، يعني كولر ما ينفعش اقنعنا ان انت ده راس حربه النادي الاهلي، انت حتى لما يكون عندي راس حربه لازم يكون عندي رقم واحد واثنين وثلاثه. مودست لا مودست من ضمن مهاجمين النادي الاهلي شايفه رقم كام؟ رقم ثلاثه. رقم ثلاثه؟ اه طبعا، انت بتتكلم وسام رقم واحد دلوقتي، كهربا لو ما فيش وسام يبقى في كهربا، بعد كهربا مودست، يعني لو ما فيش، لو في حد قبل مودست كمان يبقى قبل مودست كمان، انت فاهم لو في حد كمان يبقى. طبعا انت بتتكلم دلوقتي النادي، ولازم النادي الاهلي دلوقتي يطلع ولد صغير، يشوف حد في القطاع دلوقتي يطلعه صغير، يشوف اديك مثل، هو عماد متعب طلع ازاي من قطاع النادي الاهلي، قطاع النادي الاهلي، اسامه حسني طلع ازاي، فعشان كده بقول لك اللعيبه دي طلعت من قطاع النادي الاهلي، فلازم الفتره دي دلوقتي في خلل في الحته دي، بطلع لعيب صغير يشوف على الاقل هيفيدني او المستقبل، انا بتكلم دلوقتي مدرس مش مستقبل، وراجل خلاص هيمشي، يا راجل جاي عقده كبير، ده مليون ونص يورو، دي كتير جدا في مصر في 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 السن بتاعه دوت، عارف اوروبا ما يجيبش السن، ما يجيبش المبلغ ده خالص، المبلغ انت خلي بالك احنا اوروبا غير عكس ما عكس الدول العربيه ومصر، اوروبا كل ما انت سنك بيعلى المبلغ السالري بتاعك بيبقى قليل خلاص، عشان عارف ان عطائك بتاعك مختلف، وتاني حاجه انت لما تاخد كمان بالسعر الكبير دوت على 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 السن بتاعك مش هتديني المردود او مش هستفاد منك ماركت ومش هقدر ابيعك، انت فاهم ازاي؟ تمام. طب انت شايف ان برضو الاهلي ما جاب بودست، هو اكيد طبعا قرار وافق الاول، كان المفروض في سكاوتنج في النادي الاهلي، شايف ان السكاوتنج ما يجيب لعيب زي ده، شايف الموضوع ماشي ازاي؟ لا انا شايف انا شايف فين سكاوتنج هنا، انا ما اعرفش، لازم لما اجيب سكاوتنج النادي الاهلي مع احترامي لازم اجيب ناس صغيره، يعني ناس صغيره عندها خبرات بالسن ده بالذات تشتغل مع 2 3 خبرات، انت فاهم ازاي؟ يعني ما بقاش واحد ولا 2 مثلا، لجنه فيها 6، انت فاهم ازاي؟ الستة دول كل واحد ليه ملف بيروح اوروبا، انت مثلا بتروح انت هنا في نيجيريا، انت بتروح كوديفوار، انت بتروح الكاميرون، انت فاهم ازاي؟ والثلاثه مثلا احنا هناخد حامد او اخد ابو مسلم، ابو مسلم لازم كلنا السته نكتب التقرير بتاعنا، الاربعه والخمسه اللي يطلعوا اوكي محدش يعرف طريق تاني، عشان نعرف الراجل ده يصلح ولا موجود ولا مش موجود، مش اي حد. السكاوت اللي طلع لي النادي الاهلي جاب كام واحد لعيبه النادي الاهلي؟ جاب كام واحد؟ مودرت مودست موجود، مودست موجود، مين تاني؟ جاب 5 ناشئين؟ في 5 ناشئين؟ كريستو. طب كريستو ما كريستو لعيب كويس بس مش النادي الاهلي، مش الوقت اللي انت جاي فيه نادي، مثلا كوندوسي لعيب كويس بس كوندوسي وراح سيراميكا، سيراميكا انا بكلمك،
في خمسه تانيين برضه كان سمعت لهم جم قطاع ناشئين، وراح واحد لواحد راح اتصالات، الاتصالات ما بيلعبش من الاتصالات، ما بيلعبش من الاتصالات في المحترفين. طب انا جايبه ليه؟ ما انا بكلمك برضك اللي احنا لازم برضك لما اجيب حد على قد الحدث. انا ليا ناس صحابي في كوديفار وكده، يعني في واحد اسمه عماره دياني، هو كان لعيب كبير بيلعب معايا في ستراسبورج، وكيل لاعبين اجمد واحد في كوديفار دلوقتي، بيقول لك اللي انتوا بتاخدوهم دول من بعيد عن الدنيا خالص، يعني بعيد عن الدنيا. اه طبعا اللي بتاخدوهم دول بيروح مصر. بيتكلم عن النادي الاهلي ولا بيتكلم بشكل عام؟ بيتكلم بشكل عام في مصر. اي لعيب بيجي لك دوت ما فيش او لحد موجود حته واحده بس نادي هنا كويس مش هقدر اقول اسمه، هو اللي بيجيب اللعيبه بيقدر يعملها سن، وفي ظل 4-5 سنين هيبقى جامد جدا. ده في هيلعب في الدوري المصري، في الدوري مش في الدوري، في الدوري المصري لسه ما طلعش الدوري المصري، هو نادي تحت الانشاء، راجل اعمال، راجل اعمال هو اللي ماسكه، عامل حاجه اسمها زي كده سنتر فورماسيون ناشئين، بيجيب اللعيبه دي زي ما فكره ماجد سامي، بيعملهم في اكاديميات، بيشغلهم بشكل كويس، وبعد كده بيسوقهم. ده الوحيد اللي قال لي اللي هو شغال معاه بيجيب له لعيبه كويسه. الدوري المصري بقى نتكلم شويه في الانديه. بيراميدز دلوقتي متصدر الدوري، والاهلي لسه له ماتشات متاجله. الاهلي يرجع يلعب ماتشاته، لو قدر ان هو يكسب كل المباريات يبقى هو الاول بفارق نقطه عن بيراميدز. شايف ان بيراميدز يقدر يتوج بالدوري الموسم الحالي؟ لا طبعا. لا طبعا. اه طبعا. ليه؟ قول واحد، يعني انا بقول لك بيبان من اللعيبه الموجوده، بيبان من امكانيات المدير الفني، باحترامنا للمدير الفني الموجود دلوقتي، بس انا شايف كل الخطايا اللي كانت موجوده في بيراميدز قبل كده اعداد او بلان مش موجود. ايه الخطايا اللي كانت موجوده؟ اللي انا بجيب مثلا عندي كواليتي لعيبه كويسه جدا، انا بكلمك على الكواليتي بتاع اللعيبه، من احسن الانديه جابت لعيبه دوليه، انت بتتكلم على الشيبي اللي هو الراجل البكر، بتتكلم على وليد الكهف، بتتكلم على فخري اللقاي، بتتكلم على طريق اللعيبه ما فيش اختلاف عليه، بس لازم اجيب الاداره الفنيه قويه، ما اقدرش عليها اداره فنيه. اه طبعا، هو انا مش هجيب، انا هجيب الناس دي كلها كويسه، لازم اجيب شخصيه، وانا هجيب اي حد من شمال افريقيا او شمال اوروبا زي ما بنتكلم، اجيب واحد من برتغالي ولا روماني ولا اللي هم الناس دي كلها، ليه ما اجيبش واحد فرنساوي؟ ماشي، بس الاهلي مثلا من البرتغال. مين؟ والاهلي بيجيب برتغال، والزمالك بيجيب برتغال. حلو. وسويسرا بس كانت فتره من الفترات موجوده عشان النادي الاهلي كان شايف المدرسه البرتغاليه نفس العقليه الموجوده. طب انت شايف المدرسه ايه دلوقتي؟ انا شايف اللي موجودين اللي بيجوا على حجم بيراميدز، مين المدير الفني في الموجود ده؟ انت حضرتك تعرفه قبل كده؟ اللي قبليه كان قبل كده تعرفه؟ كان لا، كان باتشيكو عارفينه. باتشيكو عشان اجيب باتشيكو، باتشيكو خد ايه مع نادي الزمالك؟ ما خدش حاجه، بس هو طب انا اجيبه معروف. ليه؟ انا بكلمك تعرفه ولا لا؟ خلي بالك، قالب باداره، لازم الاداره والجهاز الفني يبقى شغالين على ليميت واحد او طموح واحده، اللي انا عايز اخد الدوري فاجيب مدير فني قوي، ما حدش يقدر يخش في شغله، ما تقدرش تاخد مين. معنى ايه ما حدش يدخل في شغله؟ يعني انت ما تاخدش مين وتجيب مين وتودي مين، مش انا اللي اطلب، انا مدير فني، ما ينفعش. ايوه، ده قصدك ان الاداره بتتدخل يعني في اكيد طبعا اللي موجودين، اكيد طبعا على الدليل على كده ان انت عندك في لعيبه قاعده على الدكه، ما ينفعش تبقى موجود، ما ينفعش تبقى قاعده، المفروض تلعب. مش بتلعب ما تبقاش موجوده في اصلا ما تبقاش موجوده في النادي. طبعا لو جيت تحسبها بالاسماء، انت عندك دلوقتي مثلا جينا نتكلم اللي هي كاس البطوله، كاس الرابطه دي مين اللي خدها اخر حاجه؟ سيراميكا صح؟ اللي خدها. طيب انت بيراميدز انت ما خدتش حاجه خالص، احنا بنتكلم، فانت بتتكلم ازاي؟ الاداره الحاليه 5 سنوات. ايوه انا بكلمك ايه المصاريف دي كلها، وايه الفلوس دي كلها، والامكانيات دي كلها، واللعيبه دي كلها، يعني لعيبه قويه جدا وعلى ارض الواقع متحقق. يعني انا اتمنى مدير فني يمسك فرقه زي دي، فرقه انت تحط اي 11 واحد يلعب، بس انت ما عندكش التحكم فيها او قوه، اللي انت موجود الراجل اللي موجود في المكان اللي بيدير الاداره الفنيه دي مختلفه. الكوتش لازم يكون مسيطر على اللعيبه، لازم طموح اللعيبه باتنين للعيبه في الملعب، ما ينفعش انا اكون بره راجل تعادلت ما تعادلتش، الموضوع بالنسبه لي لا، ده في ناس بتشوت في اللعيبه بشكل قوي، واللعيبه لازم تحطهم تحت ضغط، واللعيبه ما بتضحكش معاهم، اللعيب المصري كده. امال انا اللعيب عادي اكسب واتعادل ويبقى ماشي وخلاص، وامكانيات كويسه وفلوس كويسه، مش حاجه اسمها كده. لو تدي لنا نصيحه للاداره تقول لهم ايه؟ لا، يشوف الاول يعملوا عقد هيكله كده، يشوف يجيب اداره فنيه قويه بمدير فني اسم كبير يقدر يسيطر لهم، ويشوف البلان بتاعهم هيشتغل ازاي، اللي احنا قلت لي طولت الاجل، خطه طولت الاجل، اقدر اشتغل واحد انا عايز مثلا دلوقتي انا عايز اخد بطوله مثلا كاس مصر، اركز على كاس مصر، عايز اخد بطوله الدوري، ما الموضوع مش هناخد بطوله الدوري كده وخلاص، لا، ليها مقدمات وليها اسباب، لازم اشوف مدير فني على قد الحدث الموجود. انا جبت باتشيكو دوت اهدار للفلوس، ايه باتشيكو عمل ايه باتشيكو الكره المصريه؟ ما انا واحد بيزعل لما يكون مديرين فنيين مش على قد الحدث في موجودين في مصر بياخدوا فلوس وبيمشوا. لو كنت بتكلم على باتشيكو، كنت بتكلم على فيتوريا، لو كنت بتكلم على مين تاني؟ فيتوريا سيفيو كبير، سيفيو كتير، بس مع الانديه ومش مع منتخبات. انا في راجل زي ما انت بتجيب لعيب دولي لعيب محلي، في مدير فني يقدر يعمل لك فريق، وفي مدير فني يشتغل على شغل الراجل اللي موجود. طب مين بطل الدوري الموسم الحالي؟ النادي الاهلي، اقوى سكواد موجود في مصر دلوقتي، جينا نتكلم الحقيقه، النادي الاهلي وبيراميدز، وتالت
لجنة نتكلم. الثالث سيراميكا مش الزمالك؟ لا في الزمالك، الزمالك الزمالك اللعيبه الموجوده اللي جابها موجوده لعيبه مميزه، بس مش نفس، ما تعملوش الفارق، مش نفس مستوى نادي الزمالك. الصفقات ناصر ماهر لعيب كويس، احمد حمدي لسه هيشتغل، لسه مش نفس المستوى دلوقتي. انا شايف احمد حمدي لعيب عادي يعني، مش عبد الله السعيد. عبد الله سعيد لسه الاختلاف لسه عنده مختلف عن ما كان في بيراميدز. عبد الله سعيد مختلف في النادي الزمالك ليه؟ كان في بيراميدز هو اللي بيختم على كل كوره، بيشتغل على كل كوره، هو اللي كان بيشتغل، فاهم؟ الناس كلها كانت بتسلمه، هو اللي بيحل المشاكل. في نادي الزمالك في كواليتي كتير كويس يعني. ناصر ماهر انا شايف اكتر واحد مؤثر مع نادي الزمالك ناصر ماهر. ماشي، بس انت دلوقتي انت بتقول ككواليتي لعيبه في الدوري اهلي بيراميدز سيراميكا. اه وبعد كده نادي الزمالك احسب اللعيبه الموجوده، انت شوف كل اماكن فيها مين واحسب. انت تتكلم هات نادي، هات تاني النادي الاهلي مثلا خليه يعني لعيبه مختلفه الناس موجوده، هات بيراميدز مثلا قارن ال 11 دول بال 11 الموجودين دول، هتلاقي في مساكين ورا. شوف يا مجيد، تلاقي احمد سامي وعلي جبر نادي الزمالك، هتلاقي مثلا حسام عبد المجيد والمسلوس، مسلوس كويس وحسام على فترات، الونش كان مختلف، الونش حاجه مختلفه. بتتكلم مثلا عن باك رايت الشيبي موجود، وهنا عندك هنا عمر جابر على فترات بيبقى شغال، فتوح، وعندك حمدي. انا بكلمك، بص بكلمك بقى ايه، فانت النادي الزمالك كان اقوى من كده بكتير، بس بتتكلم في الاحداث اللي موجوده ابتدى هيدعم بظل اللي كان وقف القيد والحاجات الموجوده. انا بكلمك هي مش ذنبه، انا بكلمك هو كان ده تراكمات قبل كده. المنتخب مصر مع كابتن حسام حسن، وشايف الضجه اللي حصلت خلال الايام الماضيه بعد ما كان قاعد في جلسه مع الصحفيين والاعلاميين، وبعد كده كلام طلع، وبعد كده كابتن ابراهيم طلع قال الكلام ده ما حصلش. بص هو جينا نتكلم كشغل بروفيشنال، هو ما ينفعش كابتن حسام يتكلم مدير فني. ليه ما اتكلم؟ ما ينفعش اتكلم ازاي؟ ما ينفعش اتكلم في الوقت اللي انا اتكلم فيه مع صحفيين من غير حاجه رسميه. قصدك لو ما يكونش فيه حاجه رسميه، مؤتمر صحفي او حاجه، لازم اتكلم في العلن قدام الناس كلها، دي اول حاجه. ما فيش حاجه اسمها، بص يا حمد انت عارف، ما فيش حاجه اسمها وديه. انت صحفي، انت شغلك ان انت بتنقل ايه المعلومه، او بتحاول تجيب الخبر الجديد، صح؟ فانت بتسعى ان انت تعمل خبر، او في ناس بتعمل اثاره عشان تقدر تجيب مشاهدات او جماهير زي ما انت بتقول كوره. فانا بتكلم اللي انا او العالم كله شغال فيه، لازم يكون عندك متحدث رسمي لمنتخب مصر. حلو. انا ما ينفعش اتكلم كمدير، فانا اتكلم في الحته الفنيه. انا بتكلم مثلا اتكلم، انا اتكلم حته فنيه يا جماعه، قصدك في مؤتمر الصحفي اتكلم كفني حته الفني بس. انا اجي اتكلم لو في عندك حاجه، مفيش حاجه اسمها ودي او قاعده وديه. قاعدة ودية خلي المتحدث رسمي هو اللي يتكلم. وانا تاني حاجة، القعدة ليه اصلا استفدنا منها ايه؟ انت بالعكس، ده انت عملت لغط عليك وضجة كبيرة، ضجة كبيرة، وفي ناس نقلت الصورة، حتى لو انت رأيك رأي صح، بس في نقلت ناس مصلحتها اللي نقلت الصورة مختلفة. فانا كان رأيي اللي عشان تلغي الكلام ده كله، لازم يكون الموضوع ما تتكلمش فيه خالص، او يا اما حاجة رسمية في على ارض الواقع في التمارين، زي ما انت عامل التمرين بتبقى عامل يوم تقدر تتكلم فيه وسائل الاعلام، وده الطبيعي اللي في اوروبا كلها. انت هات متحدث رسمي يتكلم، عشان لو في حاجة حصلت يعني خطأ انت تطلع تعدلها في الشغل اللي موجود فيه. بتقارن ازاي امام عاشور مع النادي الاهلي؟ لا هو بص، هو امام عاشور لعيب مميز، ولعيب من الناس اللعيبه كويسه اللي عندها حلول، الكواليتي بتاعه لعيب مميز. بس احنا بنتكلم امام عاشور دلوقتي مش نفس المستوى اللي كان موجود قبل كده مع نادي الزمالك، لسه نفس المستوى اللي كان موجود بعد الزمالك. ما جابش 80% من مستواه مع نادي الزمالك. ما جابش 80%؟ اه طبعا. امام كل ما النادي الاهلي ابتدى يعلى الكيرف بتاعه يعلى، او مع المنتخب يعلى، حصل له اصابه. زي ما شفت مثلا حظ وحش في مع منتخب بنك في البطوله الاخيره بتاع كاس الامم الافريقيه، تعور قعد فتره. لما جه مع النادي الاهلي مثلا مع منتخب وقع على كتفه برضه، خدت فتره كان ماشي في عز تالقه. فامام اللعيبه المميزه اللي هي عندها حلول، لعيبه بتستمتع وانت بتتفرج عليها، بس كل ما بيعلى الدنيا بيحصل له دروب، بيحصل له مشكله. فانا مستنون ان شاء الله ربنا يسهل، ندعي ربنا الفتره دي تعدي بتاعت افريقيا دي ما يحصلوش. هو مش محظوظ بس في الحته دي، اما هو كلاعب كواليتي مختلف. هو لعيب، انا جيت اقول لك حتى قلت لك اول كلامي، اللعيبه المميزه اثنين موجودين في مصر او ثلاثه بقالهم كام سنه يعني. نتكلم عبد الله سعيد كان قبل كده، دلوقتي بقى عندك امام عاشور، وعندك زيزو، وعندك مصطفى فتحي اللي انا شايفه من اللعيبه اللي بتعمل من احسن مواسم ليها السنه دي يعني في مع بيراميدز. من وجهه نظرك بقى، شايف افضل لاعب في تاريخ مصر مين؟ ابو تريكه طبعا. ابو تريكه؟ اه طبعا ابو تريكه مختلف. ابو تريكه عايز اقول لك يعني في عز وانت مزنوق تدي له الكوره، تحس ان انت بتدي يعني بتدي واحد بيرقص بكوره. ابو تريكه سهل جدا، وتاني حاجه بيكون وشه كده راح عامل لك اتجاه تاني، بيكون هيلعب لك وراح واخد لجوه وعدي في اتجاه تاني. ابو تريكه لا، ابو تريكه مختلف. ابو تريكه كواليتي، مش هتلاقي حد كواليتي بالشكل دوت، لعيب تكتيكي بالشكل دوت، هداف، لعيب كمان من جواه قلبه نضيف. مفيش حد تريكه لو كان موجود دلوقتي كان يبقى صفقه انتقاله كام وياخد مرتب لا ده لا ده صفقه عدد الدنيا، عدد الحدود. اي لعيب موجود في الجيل اللي موجود فيه دلوقتي دوت كان جه معانا في الجيل اللي بتاعنا اللي احنا كنا موجودين فيه 2000 و2006 ما كانش دخل ال 18. يعني الجيل اللي موجود في الاهلي دلوقتي حاليا، انا بتكلمك في الاهلي، بكلمك عامه في الاجيال اللي موجوده، كانوا منتخب من او حاجه. من الجيل الحالي في النادي الاهلي اللي كان ينفع في جيلكم مع جوزيه يقدر يلعب اساسي؟ امام. امام اه. ليك ذكريات اكيد مع ابو تريكه.
ابو تريكه طبعا، ابو تريكه مختلف. كنت انا في فرنسا يعني، عمري ما انسى الموقف دوت. فانا ابو تريكه بحبه جدا، كنت بقعد معاه انا في الاوضه هو وائل جمعه، فبنقعد نفضل نضحك وكده. هو هم خلي بالك هم بيناموا من بدري جدا، ابو تريكه وائل جمعه الساعه 9 دي بتبقى كانك في افريقيا، تلاقي النور اطفى وكلام من ده. يا ابني اقعدوا لا احنا هننام، انت فاهم ازاي؟ فانا كنت بروح اقعد معاهم في المنتخب على طول او مع النادي الاهلي يعني. هم كانوا اتنين في الاوضه مع بعض يعني. فانا كنت بلعب طبعا في افريقيا، في فرنسا، وكان هم كاس الامم 2008 اللي في غانا. اللي في غانا، وانا طبعا كنت الدوري الفرنسي ما بيتوقفش. فانا طبعا كنت مركز هناك في فرنسا اكتر، كنت باجي على فترات. كابتن حازم جبنا على فترات يعني، انا لعبت 2006 مع مشيت، كنت بلعب تصفيات قبل 2006، كنت موجود انا بلعب رقم واحد. بعد كده كابتن حسن مشيت، انا عبد الرحيم ما شاء الله كمل، وبعد كده جه سعيد دخل معاه، فكملت انا في فرنسا. فكلمته كان ساعه بطوله افريقيا طبعا، ببارك له كل ماتش وكده. فهو اللي عمل التعاطف اللي هي هدف لما جابه، بتعاطف مع غزة. مع غزه. فانا طبعا انا خايف عليه، فكلمته وباركت له كده، فقلت له خلي بالك انت عندك هنا في نسبه كبيره جدا في غانا يعني يهود، يعني يهود، وعندك اثيوبيا وغانا فيهم يهود كتير جدا، فانت خلي بالك انا خايف عليك يعني، خايف عليك اللي يجي لك اربشه ولا حاجه، انت فاهم ازاي؟ فقلت له خلي بالك يعني انت خليك محرص قوي عشان الحاجات دي ما بنساهاش يعني، دي الحاجه اللي ما بنساهاش. قال لا ربنا بيسترها. بقول لك ايه؟ لا انا خلاص، بيقول لي ربنا يسترها وبتاع. قلت له انت خلي بالك عشان هنا انت بتاكل منهم وبتشرب من عندهم، وخلي بالك يبقى في ناس برضك مش حابه ان انت تبقى موجود في المنظر ده او بالشكل دوت. فهو من الناس اللي انا بحبها جدا وبعتز بيها على المستوى الشخصي يعني، حاجه مختلفه يعني. بص، بيكون في لعيبه، اللعيب بيبقى نجم جدا يعني، نجم مكسر الدنيا، بس من جواه مش كويس. هو اللي عايز يجيب الجون، هو اللي عايز ياخد التورتايه، هو اللي عايز ياخد كل حاجه. ابو تريكه مختلف، ابو تريكه بتروح على الجون، هو ممكن الجون انت اللي هتروح يديك الكوره، هو يعني كل حاجه يقول لك لا احنا كلنا اللي جبنا يعني. انا اديك موقف من ضمن المواقف اللي احنا موجودين فيها. احنا مثلا كنا بنلعب في الاسماعيلي، انت عارف الاهلي والزمالك يعني، الاهلي في الاسماعيلي بالذات مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره جدا. فاحنا كنا بنطلع من الاسماعيليه بنطلع بايه؟ بمدرعه بتاعت عساكر. المدرعه. فما ينفعش اللعيبه تطلع مدرعه عساكر، مع احترامنا احنا مش افراد شرطه، احنا مش افراد يعني موجوده. احنا بنطلع المفروض اللعيب بره في اوروبا محترف يعني، راجع بيطلع خلاص الماتش خلاص اتغلبنا خلاص، تلاقينا في عربيه عساكر، انت فاهم ازاي؟ فابو تريكه كنا قاعدين طبعا على سكرت وعربيه حديد محطوطه اللي هي الكبيره دي، فابو تريكه قاعد جنبي، فهو عمال يقول لي خلي بالك، وعمال بقى يضحك معايا يقول لي خلي بالك هيتضرب معانا طول في الحته الفلانيه، هو حاطط على دماغه فوطه، انت فاهم ازاي؟ واحنا قاعدين بقى الباب حديد مش هيحصل حاجه، هو يقول لي بص الحته اللي جايه دي خلي بالك هتضرب، وعمال يوقع قلبي، انت فاهم ازاي؟ فانا كنت قاعد جنبي وهو مش عارف مين كان وائل جمعه معانا. فانا قلت له ما تبطل انت مش عمال تضحك، كنت قلت له بقول لك ايه بقى اسمعني بس، هو انت جايبها في قضيه ايه؟ انت ممسوك ايه؟ اول ما جينا النادي الاهلي اول اسبوع كان لسه معمول الجزئيه كان لسه معانا، ابو تريكه يروح على الجون هو بقى فاكر الموضوع عادي، ضيع الكوره كده يضحك، يرجع هو وشه مبتسم يرجع يضحك. معمول الجزئيه مش واخد على كده، معمول الجزئيه قوي يعني، تمام ازاي؟ ولما تضيع الكوره ترجع تضحك، يروح انت ايه احنا نهزر نقعد ساعه تضيع الكوره؟ ابو تريكه راح كورتين راح مضيعهم، بيعمل له كوره من الجنب، يروح عامل كده راح مطلعها بره كده، طلعها بره كده، فرجع بيضحك عادي. قال له خد انت هتفضل تضحك كده، انت هتفضل تضحك. فقلنا له هو طبيعته هو وشه بيضحك يعني عادي يعني، هو بيبتسم عادي، مفيش حاجه. فمن ساعتها ليه اتخطب بقى، من ساعتها بقى وشه مقفول، عرف ان الراجل خد الخضه دي، انت فاهم ازاي؟ فهو من الناس الجميله اللي الواحد بيعتز بيها طبعا. ما قلتليش برضه لو كان بيلعب حاليا كانت صفقه انتقاله من النادي الاهلي لاي نادي تاني كانت تبقى كام؟ لا انت بتتكلم في عد ال 100 مليون، عد ال 100 مليون طبعا، اللي خلي الناس مع احترامنا اللعيبه الموجوده دلوقتي بتوصل 30 و40 مليون و50 مليون، ولا جابوا بطولات قبل كده ولا جابوا. طب ولو كراتب شخصي؟ انا بقول لك الاهلي تركه في حته تانية، كان يبقى كام؟ الاسعار اللي انت اكيد سمعتها، واكيد سمعت الناس تاخد 15 مليون في العقد والسنه وكده، في ناس تاخد 30 30. اه ابو تركه مثلا كان حاطط في النادي الاهلي 2 مليون ولا مليون ونص حاجه زي كده، ده كان اتخن واحد يعني. ها فده ابو تركه لو موجود اكيد هياخد له مثلا في السنه، هياخد له مثلا 50 مليون 70 مليون بالكواليتي اللي موجود، بالامكانيات الموجوده دي في الدوري، باللعيبه بالامكانيات دي كلها بتاخد 20، وفي ناس 17 وفي ناس 13 وكلام من ده. ده ابو تركه يعني، ابو تركه بحاجه مختلف، كوره وبلمسه الكوره بالشكل بالستايل بكل حاجه، ببطولاته بعطائه بياخد اكتر من كده. انت بتتكلم لو كنا في افريقيا الناس كلها بتشاور على ابو تريكه واحنا ماشيين يعني. ابو تريكه من اللعيب الوحيد المحلي اللي هو كان موجود في مصر ما احترفش الا مثلا فتره بتاعت الامارات مثلا، حاجات بسيطه، بس لعيب على مستوى المحلي الدول العربيه اللي هو مثلا كده اللي الناس كلها عارفاه. الناس كلها عارفاه. اه طبعا في اوروبا الناس كلها، حتى الافارقه اللي حتى عارفين، ولا يعني دروكبا الناس دي كلها عارفه ابو تريكه، وعارفين ابو تريكه وعارفين خطوره ابو تريكه. ابو تريكه كان حلال مشاكل لينا كلنا، الكوره لما بتجيله حتى في النادي الاهلي ابو تريكه احنا مستريحين يعني، ابو تريكه مختلف. وحتى لما تيجي انا بطمن لما تلعب تركه في الملعب بطمن. طب هو القمر ولا شيكابالا؟ لا ابو تريكه، انا شايف ابو تريكه. ابو تريكه اه طب
ابو تريكه حتى المؤثر الاهداف بتاعته اللي تيجي تشوفها عامله ازاي مؤثر مع احسبها بالنحه الورق وقلم كسي في. ابو تريكه خد بطولات مع النادي الاهلي ازاي. الناس كانت مثلا بتتكلم ان ابو تريكه كان برضو حواليه لعيبه مين وشيكابالا كان بس احنا بنتكلم انا معاك طبعا شيكابالا برضو كمنتخب ما عملش حاجه برضو مع اللي كنت لك عليه فاهم يعني انا فاهم انا قصدي بس انا كنت بتكلم على مهاره مهاره. لا انا ما شايف ابو تريكه طبعا كواليتي مختلف. ابو تريكه مؤثر. ابو تريكه حتى في انت عايز اقول لك على حاجه موقف برضك فكرتني بيه. كان في 2005 في ماتش موجود من ضمن الماتشات يعني الاهلي كان مغلوب 2 ده كان دوري ابطال افريقيا يعني. دوري ابطال المغربين 2 وهو كان ابو تريكه كان موجود كان قاعد احتياطي نزل راح جاب الفاول الجول الاولاني فاول وراح جاب الجول الثاني ضربه جزاء وصعدنا دور ثاني. ابو تريكه كان درجه حرارته 40 ولا 45 40 ابو تريكه كان معدي كان مش شايف والخواجه كان قال لك مش هيطلعه كانوا الدكتور قال له طلعه قال له مش هو صمم مش هطلع يعني خلوني معاكم على الدكه لو حسيت بحاجه بتاع نزل نص ساعه خلصتنا الجيم. فانت بتتكلم واحد مخلص عطاؤه فربنا بيديله عشان كده ابو تريكه محبوب من الناس كلها. الناس كلها على مستوى الدول العربيه بتحب ابو تريكه على مستوى مصر ونفس الكلام. مبسوط جدا بالحوار معاك كابتن احمد. ربنا يخليك يا كابتن حامد. انا مبسوط معاك وريت نبقى خفاف على كل مشاهدينا ومستمعين في الجول. وبكده نكون وصلنا نهايه حلقتنا النهارده. انتظرونا في حلقه تانية من 1 on 1. سلام.